بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. العاشر من رمضان، الحلقة التي يعني تمر الأيام وأيام رمضان، اليوم السبت 10 من رمضان، 27 يونيو 2015، محاضرة 66 من محاضرات دروس وعبر تربوية من الحكم والأمثال. أرحب بكم مجددا مع ملتقى الدارين ومع فريق العمل الرائع والمتميز. أرحب بكل من يشارك معي اليوم في هذا اللقاء الهام وفي تلك الصحبة الطيبة التي أسعد معكم من خلالها في خلال تلك الدقائق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبائي الكرام، اليوم نعيش في تلك الدقائق مع قضية في غاية الأهمية، وهي يعني لا نتحدث في الموضوع إلا ونعلم يقينا أن لحظة حديثي معكم وكلامي معكم إنما ما نوح الكلام إلا من خلال في اللسان، تلك النعمة التي يبين بها كل منا ما يحب وما يكره، تلك النعمة التي نعبر بها مشاعرنا وأحاسيسنا، تلك النعمة التي نبث من خلالها همومنا لبعضنا البعض ونشكو غمومنا ونتواصل مع الآخرين، وبالتالي لساننا من أعظم وسائل الاتصال بالآخرين، هذا عبر اللسان، ولا يمكن لرسالة أن تعبر بمثل ما يعد به اللسان. نعمة عرفنا قدرها ومكانتها، ويعرف ذلك القدر من يخاف الله تعالى ويتقي، ويجهلها من يعرض عن ذكر ربه وينساه. لسان ذو حدين، سلاح ذو حدين، إذا أحسن استخدامه واستغلاله في كان نجاة لنا يوم القيامة. إذا ما استخدمه العلماء وطلب العلم والخطباء والقراء والمحاضرين والمعلمين الدعاة إلى الله كان سعيهم مشكورا، ومن كان غير ذلك فاستغل لسانه في غضب الله وسخطه، كمن يغتاب الناس ويسبهم ويلعنهم ويعتدي عليهم بقوله وبهمزه ولمزه واستهزائه وسخريته، أولئك كان عملهم مكبورا والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يستخدمون لسانهم في الخير وفي فعل الخير، في الجارحة التي بواسطتها حدث، لا يؤدي الناس إلى جهنم إلا حصائد ألسنتهم، لا يؤدي الناس إلى جهنم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان أحبائي الكرام ذلك العضو من الجسد الذي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك. والرجل وفي المثل أو في الحكمة الرجل لسانه عقله، الرجل لسانه عقله، ولسان الدم أصح، وطاعة اللسان ندامة، ولسانه أطول من يده، واللسان عدو الإنسان وسيف الإنسان لسانه، واللسان أحد السيفين، وبلاء الإنسان في اللسان، واللسان لا يندمل جرحه، وجرح اللسان كجرح اليد، والمرء مخبوء تحت لسانه. من الحكمة عقل اللسان،
واللسان الطويل كما يقول البعض موت مبكر، اللسان طويل أو اللسان طويل كأنه مات مبكرا. ورب حال أفصح من لسان، وطول اللسان بيأثر الأجل. حكم وأمثلة كثيرة جدا، طول اللسان بيأثر الإيه؟ الأجل. احفظ لسانك يعلو مقامك. أنا بقرأ لكم بعض الأمثلة والحكم قبل أن ندخل في صميم الموضوع والحكم اللي بتتقال الآن هي صميم الموضوع. ولسان الجاهل مفتاح حتفه، يعني هلاكه. كده ولا ايه؟ وفي الحديث اكثر خطايا ابن ادم في لسان، اكثر خطايا ابن ادم فين؟ في اللسان. هذا الكلام كلام مهم، وكما تذكر دائما إناس وتجمع اللسان اسم والجمع ألسن وألسنة، ويستخدم للتذوق والبلع والنطق، بينما اللسان في الشرع، ها؟ في الشرع كما يقول مختار الصحاح في اللغة جارحة الكلام، وقد يكنى بها عن الكلمة فتؤنس حينئذ. أيوه، وله معان كثيرة وله دلائل كثيرة وواضحة في موضوعنا أحبائي الكرام الذي نحن بصدده. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ، يكتب كل ما يتكلم به من خير وشر، حتى أنه لا يكتب قولي، أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، شفت، فرجت. وإذا كان يوم الخميس عرضت أقوالنا وأعمالنا فأقر منها ما كان من خير وشر وألقي سائره، لي ليلة الجمعة يعني. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في حق كرام يكتب يعلم ما نفعل، مش كده ولا ايه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. سمعك وبصرك وقلبك كل ده سنسأل عنه، إن ربك لبالمرصاد، فيرصد ويسجى عنده أي شيء. في أدلة القرآن أحبائي الكرام وضع اللسان ووضع اللسان، ونسأل الله أن يمن علينا لنا ولكم ويحفظنا وإياكم، لأن ده إحنا بنتواصل مع بعض وإحنا بحدث عن الله عليه وسلم. إن رجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن رجل يتكلم خط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قاعدين على الفيس وبتذبوا وبيرمي الناس بالبهتان ويصف الناس بما ليس فيهم، هؤلاء يتحدثوا بالكلمة لا يلقوا لها بالا، لا يعرف ما الذي سيأتي بها، ثم تكبر وتكبر وتكبر وتبلغ ما تبلغ في زمن المعرفة وزمن التكنولوجيا وزمن تواصل الكلمة. الآن لو واحد في القطب الشمالي معانا في الغرفة يسمعني، ولو واحد في الصين يسمعني، ولو واحد في الهند يسمعني، ولو واحد في ألمانيا يسمعنا، ولو واحد في جوهانسبرج يسمعنا، ولا في استراليا ولا في غيره، الكون كله قرية واحدة.
هذه القرية الواحدة أحبائي عندما تلتقي في غرفة إلكترونية، وعندما تلتقي عبر شاشة تلفاز، أو عندما تلتقي عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ، فكتب حديث، كتب آية، نصح بفعل خير، نصح بعمل طيب. الله عز وجل كما قلنا بالأمس يعني يربي له ذلك الفعل من الخير، كما يربي الإنسان فلوه أو حصانه حتى يكبر وتصبح مثل الجبال. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، عمال يكذب ويتمادى في الكذب في الإعلام وفي وسائل الإعلام، ويكذب ويضحك الناس عليهم، ويظن الناس عقولها فيها نوع من الخفة، ويكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى كذاب. يقول أيضا أعمي خير رضي الله عنه قال سمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بعض الأمثلة في السنة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد، أو يبقى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي الحديث هنا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة ممكن توديك نار جهنم والعياذ بالله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يعرفش وبيقول لي عمال ينقل الكلام، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ها؟ حديث الآخر كما أورد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كما نقول، الصورة طبعا صورة معبرة جدا، مش كده ولا إيه؟ الصورة دي صورة معبرة جدا أهو، يعني بقول لك قص اللسان ده، قص هذا اللسان، اقطعه حتى. طبعا ده اللي ناوي على شر، إنما اللي ناوي على خير، واللي عايز يتكلم كويس، واللي نفسه يتكلم مع الناس كويس، واللي نفسه يتحدث بالحسنى، واللي نفسه يظهر الحقيقة ولا يظهر الأباطيل، ده يعمل إيه؟ نقول له شيل المقص ده بعد إذنك، ودع لسانك يتحدث، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، رطبوا ألسنتكم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، رطبوا ألسنتكم بالحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رطبوا ألسنتكم بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إلى آخره من هذه الأذكار. في هذا الدرس أحبائي الكرام، رسالتي ورسالة كل من سينطق بتلك الكلمات لي ولكم، احفظ لسانك، إن لم يكن في كل رمضان ففي كل وقت وحين، احفظ لسانك أيها الصائم، ولا تتكلم بما يغضب الله عز وجل وبما يغضب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني ممكن واحد صايم بس هو في النهاية ما جعان، بس قاعد طول النهار يرغي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، فرب صائم ليس له من صيام إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر. عمال بس كده وخلاص، مش فارق له. إنما الأعمال بالنيات، كل امرئ ما نوى. ما تنعني باللسان، ما مخاطر اللسان، ما طرق الوقاية من شر اللسان، ما ثمرات حفظ اللسان، ما نماذج من الحكم حول اللسان. هل يمكن لنا أن نحرص أن نقول خيرا أو لنصمت؟ كان سبق وذكرت في التقديم قبل أن يكتمل الملف أحبائي الكرام، هو جارحة الكلام يكنى بها عن الكلمة فتؤنس حينئذ، والمهم أنه يعني مصدر التذوق وما شابه ذلك. من أعظم نعم الله التي بها يبين الإنسان ما يحب وما يكره، ويعبر عن مشاعره وأحاسيسه، ويبين همومه ويشكو غمومه كما سبق أن ذكرت. قال صلى الله عليه وسلم: أو رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. الكلام الكثير يؤدي إلى تورط البني آدم كثيرة له آفات، بلغها أو تحدث عنها الإمام الغزالي 20 آفة من الكذب،
والغيبة والنميمة. كلمنا في حلقات عن الكذب على فكرة، وأظن حلقات عن الغيبة، ونريد شهادة الزور أيضا كعنوان إذا كان متاح لنا ذلك في الأيام القادمة. اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار، والخوض في أعراض الناس، والكلام فيما لا يعنينا، والاستهزاء بالآخرين والسخرية منهم وغير ذلك. شوفوا المسلسلات اللي بتيجي اللقطات عنها نوع من السخرية عبر الفيس، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من يتابعه وترى حالة الاستهزاء والسخرية بالناس، وتعريض الناس للمقابر، والإساءة للناس وإلى نفسياتهم ومعنوياتهم، وتهديد الناس وإرعاب الناس وتخويف الناس، كل هذا من باب الإيه؟ هل هذا من الإسلام في شيء؟ بالله عليك إنك ترعب واحد أو تخوف واحد أو تضعه وبعدين تقول له أنا بحطك في مقلب، هل ده ينفع أن تضعه وتطلب مال؟ فأنت قد قتلته. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا كنت بتعطي واحد سكينة أو حديدة، سكينة يعني عشان يستخدمها في حاجة، فأعطيها له بظهر السكينة حتى لا ترعبه وحتى لا تعرضه للخطر. وإذا كنت بتعمل رايح لواحد تندي عليه ما تفزعوش، لازم تندي عليه بهدوء، وإلا فقد أصبتك. فإذا الاستهزاء بالآخرين والسخرية نموذج وشعار يستخدم في وسائل الإعلام، يستخدم مع كل الفئات وكل العناصر، وهذا أمر لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، ولا من باب الأدب ولا من باب التربية ولا من باب العبر والدروس التي يجب أن نتعلمها أيها الأحبة الكرام. قلت لكم في خطر اللسان، قرأنا الآيات التي تتحدث عن خطر اللسان. إن ربك لبالمرصاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إلى آخر الآيات. آفات اللسان غيبة، كذب، سباب، لعن، نميمة. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. الناس بتقرا ولا عارف يعني ايه الهمزه ولا يعني ايه اللمزه ولا فاهم حاجه. وبالتالي هنا تدبر القران امر مهم ايها الاحبه. العبره مش ان انت وصلت النهارده الجزء 15 ولا ختم ولا وصلت الجزء 20 ولا 30، العبره بان نعي ونتدبر ونتعلم. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ لازم تتدبر وتقف امام القصص وتتعلم وتعي وتدرس وتفهم وتحاول أن تترجم ذلك إلى مثل هذه الدروس. الأدلة عن خطر وضرر اللسان في السنة أحبائي، قلنا وتحدثت أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلم كلام حلو، كلام طيب، يتحدث في ملتقى الدارين، يتحدث عبر الفيس بكلام كويس، تتحدث بكلمة طيبة أمنية، وتقول لإناس كلمة، إناس تتحدث إلى هناك، وشيماء تتحدث بما هو خير، وباسم يتحدث بما هو خير، وإسراء تتحدث بما هو خير. فهنا الوصول الشيء إلى القلب وتحريك المشاعر، هذا هو المطلوب بأن تدمع العين وأن يرق القلب. هذا الرجل الذي تحدث بكلمة طيبة، بأن صالح ما بين متخاصمين، بأن أهدى الناس كلمة خير، بأن تحدث فيه، هو ده الكلمة تكبر وتكبر وتكبر وتكبر، ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى أن يلقاه يوم القيامة. الحاجة قبل يوم القيامة يقول له ودينا شفنا حكاية الرواية الجميلة بتاعت صادق الرفع بالأمس، أبو ناصر الصياد، ناصر الصياد مع الحكيم اللي من أهل القتل، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني ما أعطاه من مال بعد أن كان فقير ولا يملك أي شيء. في النهاية يرى في المنام اللي ماله اللي كان بينفق فيه بعد ما اغتنى لم يعد يساوي شيء، وإنما الذي نقي حول فقيرة اللي أعطاه بالمرأة وطفلها وبالفطيرة رجحت الكفة، وليس بما كان من ملايين أو من آلاف بعد أن أصبح ثري وغني كبين وأنا جاي بجهولة. ففضل كل يوم ينفق الآلاف، ولكن بقي له ما انفقه وقت العوز، ومراته وعياله مستنيين، وهو راجع بالفطيره بعد ما باع السمكه اللي اصطادها من البحر،
بفضل الله وبرزق الله، فعاد إلى البيت بعد أن أعطى المرأة الفقيرة وأعطى الطفل، وبقيت ابتسامة المرأة أو دمعة المرأة وابتسامة الطفل هي العون وهي الغوث بفضل تلك الكلمة الطيبة وبفضل هذا السلوك الطيب الذي أقبل عليه. والحكاية والرواية في حلقة الأمس أحبائي الكرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حديث جميل جدا، في معاني تربوية عالية جدا المفروض تنفذ في رمضان وغير رمضان. تحدثنا عن اليوم الآخر في حلقة منفصلة، وأيضا أدعوكم إلى متابعتها. فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يعني الإيمان بالله واليوم الآخر معناه ان انت تقول الخير، ان انت تكرم الجار، ان انت تؤمن بالله واليوم، ان انت تكرم ضيفك. بخير. قال صلى الله عليه وسلم: وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. شفتوا الكلام؟ كلام مهم جدا. والحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخر ما نتكلم به؟ ده معاذ بيقول للرسول. قال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والناس بيروحوا بتعلم حصائد اللسان. طيب، في طرق بقى تخلينا نبتعد عن شر اللسان. ايه بقى هي الطرق دي يا امينه؟ بارك الله فيكم. ايه بقى الطرق اللي تخلينا لساننا ده ما يقعش في الشر والعياذ بالله؟ الاول انك تعرف وتعي مفهوم التوحيد، اسماءه وصفاته، وتلم بتوحيده. لان شوفوا، بدون التوحيد والايمان بالله ومعنى التوحيد واستقراره في القلب لا يمكن الحديث عن أي شيء. التوحيد هو المبدأ وهو المنهج الذي من خلاله تنطلق إلى القراءة وإلى الدراسة وإلى البحث وإلى المعرفة وإلى التعلم العلوم. التوحيد هو مبدأ ومنهج الحياة. فبدون الوعي بعظمة الله عز وجل والدراية بأسمائه وصفاته والإلمام بهذا النموذج في التوحيد، لا يمكن أبدا أن أنت بعد كده يعني تستقيم. معرفة النصوص التي تبين ما أعد الله تعالى للمتقين. عملنا الحلقة مش كده عن التقوى يا إناس؟ الحلقة عملناها عن التقوى أيضا، ما الذي أعده الله للمتقين، وقرأنا لكم آيات التقوى. معرفة ما في القبر من عذاب ونعيم. معرفة الآيات والأحاديث التي تبين عذاب القبر عشان القلوب ترق. تذكر الموت وقصر الأمل. الإكثار من قراءة الآيات والأحاديث التي تأمر وترغب بحفظ اللسان وتنهى عن الخوض به. الصلاة، الدعاء، الصمت له حلقة كاملة، وأنا خدت لكم جزء من هذه الحلقة على فكرة، وكان حد منكم لا أذكر مين كان هو اللي جهز الحلقة بتاع الصمت وبعدين عرضناها لحضراتكم. مصاحبة من ترى فيهم الصلاح والتقوى ومن يصونون ألسنتهم عن المعاصي. معرفة ما ينفر منه الشيطان، ما ينفر منه الشيطان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعظيمك لحقوق العباد، الاشتغال بالطاعات كالعلم والتعلم والصلاة والصيام. الإكثار من قراءة الآيات والأحاديث المتعلقة بالصبر. قراءة النصوص المتعلقة بالقدر وذم الحسد، كده ولا ايه؟ قراءة النصوص المتعلقة بذم الكبر، اعتزال الناس والقعود في البيت وقت الفتن. صوم 3 أيام من كل شهر، 13 14 و15. السعي لتنقية القلب وعلاجه من الأدواء. الإحسان إلى المسيء. والصدقة اللي اتكلمنا عليها بالأمس، حتى الصدقة. لأنه في واحد من الصحابة أو التابعين بيقول: كنت معاهد نفسي إذا جبت سيرة حد أروح أصوم يوم. فلقيت المسألة أنا كل عمال أصوم 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 عادي، يعني ما أغلط وأصوم أغلط وأصوم. قلت والله لما أجب نفسي إذا أسأت الحد أطلع صدقة. فلقى دي بتوجعه قوي، يعني لقى موضوع الدراهم بتفعله قوي، فبدأ ما عادش يجيب سيرة حد. فكل واحد عنده نقطة ضعف يعني.
فكده ده كلام مهم جدا. من ثمرات حفظ اللسان احبائي، يعني الناس اللي بتحفظ لسانها، نسال الله ان يعيننا ان نكون منهم. واحنا كثير مننا بيغلط، كثير مننا ما هو الوقت والفراغ عدو للناس. فالناس اللي بتحفظ لسانها وتستمر بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الفوز برضوان الله، كله عايز رضوان الله، عايزين ايه؟ ها؟ مش كده؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، اي المسلمون افضل؟ قال عليه الصلاه والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب واللي بيبطش واللي بيقتل واللي بيضرب الناس واللي بيهدد الناس في امنهم، ها؟ واللي بيطارد الناس في الشوارع واللي بيأذي الناس واللي بيسفكوا الدماء بدون وجه حق واللي بيقتلوا الناس هم في المساجد، ها؟ دول ايه دول؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، واللي بيرموا الناس بالكذب والبهتان في وسائل الاعلام، واللي بيحصبوا الناس بما ليس فيهم، دول ايه؟ ارزى الخلق الله، انهم عكس افضل الناس. من افضل الناس يا رسول الله؟ اي المسلمين افضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. اي المسلمون ارزل؟ من خاض بلسانه وبيده في اعراض ودماء والى اخره. انه من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم واقربهم منه مجلسا يوم القيامه. انه قد اضمن او ضمن له الجنه كما في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. اللي يضمن له اللسان والفرج اضمن له الجنه. انه ناج من عذاب الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. انه من افضل المجاهدين كما في الحديث: افضل الجهاد ان يجاهد الرجل نفسه في ذات الله. انه في علاقه طيبه مع الخلق، ربنا ييسر له اموره ويخلي علاقاته طيبه مع الناس، ها؟ مش كل شويه يقع في بطبيره ويطلع منها يروح نقرا. إراحة النفس من المتاعب والهم والمشاكل، وينام وباله مرتاح. الفوز بحب الله تعالى وحب أهل السماء ووضع القبول في الأرض. الله، جميل قوي. من لا يريد رضوان الله؟ من لا يريد أن يصاحب النبي ويكون أقربهم منه مجلسا؟ من منا لا يريد أن يكون من الأفضل المجاهدين؟ من منا لا يريد أن ينجو من عذاب الله؟ من منا لا يريد ألا تكون علاقته طيبة مع الخلق؟ ها؟ كل هذا أحباء الكرام من ثمرات حفظ اللسان. المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل. من الأمثلة يعني والحكم، أنا قلت بعضها في بداية الحلقة، إنما تعالوا كده نشوف بعضها. المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل، والمنافق وما أكثرهم يكسر الكلام ويقل العمل. دول كتير قوي في مجتمعاتنا الآن، كتير جدا موجودين بكثرة، ولا يعني ما شاء الله. لا أندم على ما لم أقل، وقد أندم على ما قل. لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن كنت إيه خانك. مش كده ولا إيه يا شيماء؟ صح؟ أيوة. ما لم أتكلم كلمة فأنا أملكها. فإن تكلمت بها ملكتني. سكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإن تكلمت ملكتني. الصمت عبادة من غير عناء، زينة من غير حلي، هيبة من غير سلطان. به تستغني عن الاعتزاز، وبه تستر عن الاعتذار، به تستغني عن الاعتذار، وبه تستر عيوبك، وبه تستر عيوبك. ليس في الجسد مضغة أطيب من القلب واللسان إذا طاب. إذا كانوا قلبه طيب كده وقلبها طيب، ها؟ وحنينة كده ولا حنين، ولسانه طيب، ولا يتحدث إلا بما هو خير. وتشعر في خطابه او قبلها بالانس والطيبه والهدوء،
مش العفرطة. في ناس أصلها متعفرطة، وفي ناس بيبقى يعني العفريت هم راكبين العفريت مش العفريت اللي راكبه، فدول مصيبة سودة. ليس في الجسد مضغتان أطيب من القلب واللسان إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا قبثا. أظن يعني كلام يكفي للحلقة، مش كده ولا إيه يا رحاب؟ صح، يكفي. من كثر كلامه كثر سقطه أو سقوطه، يعني اللي بيكثر كلامه على طول زلاته بتزيد. القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. القدر القدر ايه؟ القلب زي القدره اللي فيها ولا اللي فيها العدس ولا اللي فيها البتاع بتطلع، مش كده؟ بتغلي بما فيها. لو فيها كلام جميل ذكر الله، الا ذكر الله تطمئن القلوب. لما اللسان يجي يغرف حاجات جميله. طب لما يقول له يا ابني كذا ويا بنتي كذا ومش عارف ايه وبقليل الادب، وبتشوفوا الكلام ده عند على السنه ما يقال عنهم انهم اهل الفن. شوفوا الكلام ده، شوفوا على اليوتيوب، تشوفوا في المواقف التي يتم ترويجها كنوع من السخريه والاساءه والشعور بالحزن والضيق من تصرفات هؤلاء. لسانهم لا يغرف الا قله الادب، والبعض لسانه لا يعرف الا القول الطيب والجميل لانه هو قلبه طيب ودائما يملا قلبه بذكر الله، فهي قلوب مطمئنه. شفا عليه. الصمت لغه الاقوياء، والثرثرة لغه الضعفاء، والحق لغه الشرفاء، والعقل لغه الاسوياء، والعدل لغه الامراء، والابداع لغه عظماء، والصبر لغه الحكماء. شفت بقى ازاي؟ ولا كل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول يعني هي اناس يتكلم به الا لديه ملك يرقب قوله ويكتبه، وهو ملك حاضر معد لذلك. جنبك قاعد جنب يمينك كده وانت قاعد، وانا قاعد الان ما كل ما انطق به فهناك من يسجل. فلهذا كفارة المسجد مجلس سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي كفارة المجلس اللي المفروض كل مجلس ننهيه بنقوله عشان ربنا يغفر لنا أخطأ. شفت هنا يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أبا يسب الرجل أبوي. قال له بتسبهم إزاي؟ قال له يسب الرجل أبا الرجل، فالرجل يرد عليه يقول له حياتي وأنت كذلك وأمك وأبوك. بزاءة اللسان أكثر الأمراض وتقززا، وما أكثرها في شوارعنا أحبائي الآن، ما أكثرها في كل الملتقيات والمنتديات والنوادي والشوارع والمؤسسات، ما أكثرها بزاءة فيما يصدر في وسائل الإعلام في التلفاز في المسلسلات التي تعرض ليل نهار، ما أكثرها بزاءة يعني ناس فعلا كل ذهن ينضح بما فيه، لا تعليق بجد إلا على كده. شوف دول اتربوا فين وجم منين وبينقلوا الكلام ده منين وعيشتهم ازاي وحياتهم ازاي، لم تتعجب ابدا ان دول هم اللي المفروض يقولوا هذا الكلام. من قالوا الانسان مطبوع على الخطا، ولكن الاغبياء مطبوعون على التمسك به. الغبي بس هو اللي يتمسك بهذا الخطا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الصمت متعة في زمن الثرثرة، الصمت متعة في زمن الثرثرة. وهنا شوف التعبان خارج من لافف على راسه وخارج من بقه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر كانت تهاب منه الأقران. هنشوف البيت بوضوح للإمام الشافعي مختارات في مخاطبة السفيه
يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. كعود زاد الإيه؟ الإحراق طيب كده ولا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. صححه الألباني: أقصى اللحظات أن تبكي على وسادتك بصمت والكل يظن أنك نائم. يا سلام، فاكرين في حلقة الصمت؟ فتكتشف لاحقا أن الصمت هو أفضل رد على الإهانة، أصل الصمت جزء مهم في الحديث عن اللسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء محسوب وكله احفظ لسانك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن أي الكامل، طعان الذي يثير الطعن في الناس وفي أعراضهم وشرفهم وأخلاقهم، الفاحش هو الذي يشتم الناس شتما قبيحا وتشوفوا كده وبتسمعوه وبتشوفوا في المجتمعات الغريبة اللي ما فيش فيها إيمان. البذيء هو من لا حياء له، وقيل هو من يؤذي الناس بلسانه فيكون بمعنى الفاحش. شوف هنا يا إناس التفصيل ده. سمع يا هناء. يا آمنة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الكامل عمره ما يبقى أبدا بيطعن في الناس في أعراضهم وشرفهم وأخلاقهم، ودول ما شاء الله كتير ومتربيين على كده وموجودين وقاعدين في وسائل الإعلام ومحطوطين أمام أكبر قنوات يستخدموا هذا الأسلوب. الفاحش يشتم الناس شتم قبيح برضه، ما أكثرهم وما يعني بضاعة موجودة وجاهزة. البذيء اللي ما عندهمش حياء، ودول منتشرين جدا في مسلسلات وافلام وكل ما يقدم في رمضان الا ما رحم ربك، كأن نيه مجهزه عن دين، لا حديث عن اسلام، لا تقول لي بقى اسلام وسطي ولا اسلام على الطرف ولا اسلام ده مش كويس، قل اي كلمه تعني اسلام بتجيب ارتكاريا لهؤلاء. بس تقول له انا مسلم، انا مسالم، انا طيب، انا بحب، لا انا والله وانت اقوى، انا وانت كذا، انا كذا، انت يركبوا 60 عقلي. ما هو ما حدش بيتفرج على حاجة يا ناس، ده الكلام ده على صفحات التواصل بيجيبوا الكلام ده في الفيس وينشروا مقاطع ويقول لك شوف فلان عمل كذا وشوف فلان. فانت لازم تدارسي من باب المدارسة، من باب التعرف، من باب المعرفة. مال ايه يعني انا لما اقرأ سيناريو دون الوصول لده او ده، وتشوف مثلا اهانة اساسة الجامعة على يد الفنانين والحديث عنهم والاخذ بمسمياتهم في كده ووصفهم بانهم يعني فلان ماركسي وفلان شيوعي وفلان كده وفلان قبل 25 يناير كان بيعمل ايه وبعد 25 يناير بقى بيعمل ايه، اساءة للناس واساءة للمجتمع ككل. وفي النهاية هو تصدير نموذج مطلوب من صلاح وإناس وشيماء وإسراء وهناء ورحاب وأمنة، وده انه ينقله. والشوارع أسوأ طبعا يا إسراء، الشوارع أسوأ ألف مرة، وسواء الميكروباص والتوك توك والعيال اللي بتشتغل وكل ده، كل ده قاعد بينقل، وأطفال بتسوق ومشغلة أشياء قبيحة غير مطلوبة، وقلة أدب وجهر بالإفطار في الشوارع في حالة غريبة الشكل غريبة المعاني. لم أرى أبدا مثل هذا النموذج الذي أراه في حالة الجهر. كنا ونحن أطفال يقال ويردد هكذا بيننا، إذا تمسك واحد في الشارع بيفطر هيعلقوه ويحصل له مشكلة، فالناس تخاف. يا صايم رمضان يا موحد ربك. بيكملوها بيقولوا ايه كده، ويا فاطر رمضان يا خاسر دينك، كلبتنا السودة هتجرجر مصارين.
فالأطفال يمشوا ويغنوا كده ويقولوا كده في الشارع عشان الناس تخاف. يا صايم يا رمضان يا موحد ربك قطتنا البيضة هتبوسك من خدك أو حاجة زي كده. وبعدين يا فاطر رمضان يا قاصر دينك كلبتنا السودة هتجرجر مصارينك. هذا علق في أذهاننا ونحن أطفال نتعامل مع الصيام بمنطق الخوف من الله الذي يرانا ولا نراه. الله يرانا، الله ناظري، الله شاهدي. فتتربى هذه القيم من القدوة من النماذج اللي حواليك. فتروح كده وانت طفل صغير تفتح الحنفية في المسجد وبين ايديك المية نازلة، سهل جدا ان انت تشرب، سهل جدا ان انت تشرب، سهل جدا ان انت تمد ايديك. ولكن هناك رقيب داخلي يمنعك ولسانك ناشف وتبحث عن ريق لا تجده، ما انتش لاقي ريق، ريقك ناشف، تبحث عن اي ماء في لسانك لا تجد الا كده. وبعدين تصبر، فاذا بلحظه الاذان واذا بلحظه المدفع تدفعك وتدفع ما بداخلك من مشاعر ووجدان، فتفرح فرح غريب للصائم فرحتان، فرحه عند افطاره وفرحه عند التقاء ربه. هكذا هذا النموذج الذي يربى في وجدان الطفل الصغير الذي يتدرب على الصيام يبقى معه وهو كبير. أما هذا الذي تبلدت مشاعره، هذا الذي لا يعرف من الصيام إلا اسمه، هذا الذي يدعي أنه يصوم وهو فاجر ومارق وغير واعي ولا يعرف، بل أنه كاره للدين برمته، وكثير منهم يردد ذلك بينه وبين من يحب، يقول ويه الكلام الفاضي ده، إيه القرف اللي بيعملوه ده، إيه الكلام الفاضي، هذا كلام مش مهم، يعني هذا كلام بالنسبة له مش مهم. ولكن هناك رقيب عتيد يكتب ما 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 ما, ما يقول. تصبح فائدتكم غيظ فتحمل فيضا من سلام نفسه، بالصمت تشفى من داء الغيبة والنميمة وتسبغ بنعمة الصبر والحكمة، بالصمت تسعى على زيادة رصيد حسناتك ورضا ربك. الصديق الذي كلما ساء بي المزاج كان أول الحاضرين، الصمت الدائي له فوائد، هو عبادة من غير عناء. تكلم عن اللسان فبنروح للصمت كأحد المحاور الهامة لضبط اللسان، زينة من غير حلي، هيبة من غير سلطان، حصن من غير حائط، الاستغناء عن الاعتذار ستر لعيوب الجاهل، يستر عيوب الجاهلية. صمتي لغتي تعبروني لقلة كلامي، هذا أي حد ممكن يقوله. قال وهيب بن الورد الحكمة عشرة أجزاء فتسعة منها في الصمت، العاشرة في عزلة الناس. قال عمر بن عبد العبيد إذا رأيتم رجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. قال علي رضي الله عنه إذا تم العقل نقص الكلام فإن الصمت يثمر الحكمة، فإن الحكمة تثمر قلة الكلام. يا سلام يا سلام، كل هذا الكلام في الصمت وفي حلقة الصمت لا أريد أن أكرر. لكن شوف حتى سقراط فيلسوف دواء الغضب الصمت، مصطفى المنطلوطي أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حفظه، والرابع العمل به، والخامس نشره. من الإصغاء تأتي الحكمة ومن الكلام تأتي الندامة، لا بد أحيانا من نزوم الصمت ليسمعنا الآخرون. الصمت أكثر فصاحة من الكلمات، الذبابة لا تدخل الفم المطبق، مثل صيني الدبانة ما بتدخلش الفم المقفول، مش كده ولا ايه؟ وجدت سكوتي متجرا فلزمته، اذا لم اجد ربحا فلست بخاسر، وما الصمت الا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. الامام الشافعي رحمة الله عليه، ما اجمل كلماته. إذا قلت المحال رفعت صوتي، وإذا قلت اليقين أطلت همزي، أبو العلاء المعري. خير الفضائل الصمت، لأنك بواسطة تستمع للآخرين فتعرف عيوبهم وتخفي عيوبك. برنارد شو، ما ندمت على سكوتي مرة لكنني ندمت على الكلام مرارا.
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. الإمام الشافعي. أحيانا نعشق الصمت خوفا من فوضى الكلمات. بكثرة الصمت تكون الهيبة، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. لقمان الحكيم. كده الندم على السكوت خير من الندم على القول، مثل عربي. لكل شيء معنى، حتى الصمت له معاني. خير لك أن تظل صامت ويظن الآخرون أنك أبله من أن تتكلم فتؤكد تلك الظنون. إبراهام لينكولن. كان زمان حكام أمريكا حكماء بيقولوا الحكم وبيكتبوا مذكراتهم، سبحان الله، ومثقفين. تعظنا النملة دون أن تنبس بكلمة، بكلمة واحدة، تكلم بس بفعلها يعني. فرانكلين، بنجامين فرانكلين: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. اللي ما تعلمش الأدب ليه؟ لأن احنا قلنا القلوب زي القدور بتغلي، وبعدين الألسنة بتغرف. طب إذا كان قليل الأدب يبقى هيغرف إيه؟ طبعا تعرفين. طب يبقى الأحسن إيه؟ يعمل إيه؟ يسكت، صح ولا إيه؟ متكلمش خالص، يسكت، يقفل البق كده كده، متكلمش. يا سلام. الكلام كالدواء، إذا أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل. سيدنا عمرو بن العاص. مارتن لوثر كينج: المصيبة ليس في ظلم الأشرار، بل في صمت الأخيار. يا سلام على دي حكمة يا ربي. مارتن لوثر كينج محرر العبيد: المصيبة ليس في ظلم الأشرار، بل في صمت الأخيار. الذين يروا المنكر ولا يغيرونه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. شفت رسالة جميلة، وتلك هي شوف مارتن لوثر ده فعلا يعني موسوعة تدرس. في النهاية نحن لا نتذكر كلمات أعدائنا، بل صمت أصدقائنا. شايف الظلم والظالم وأخرس ما بنطقش، شايف الأدب وساكت وما بيتكلمش، عارف الحق ومميز قوي، ورغم هذا لا ينطق بكلمة الحق. يبقى إذا أنت هتنسى أعدائك عملوا إيه إنما تفتكر صمت الأصدقاء. ده اللي بيوجع، ده اللي بيوجع، وده اللي بيحزن، وهو ده اللي بتاع السوسطة اللي بنقفل بيها هذا الفم. أحبائي الكرام، مش كده ولا إيه؟ بيقول لحضراتكم في الإمام مالك موطأ عن عمر بن الخطاب إنه دخل على سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمسك بلسانه كده بيجر، فقال عمر: مه، غفر الله لك. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا أورادني الموارد. وواحد تاني بيقول: رأيت ابن عباس آخذا بالتمرة بلسانه، برضه بلسانه: ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن الشر تسلم. ماسك لسانه كده وبيكلم لسانه: ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن الشر تسلم. قال له: يا ابن عباس، ما لي اراك اخذا بثمرة لسانك وعمال تقول ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. قال ابن عباس: بلغني ان العبد يوم القيامه ليس هو على شيء احنق منه، زعلان خالص 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 على لسانه، يعني كل جوارحه
زعلان، اكتر حاجه زعلان منه على نفسه يعني اللسان، يعني لا يغضب على شيء من جوارحه اشد من غضبي على لسانه، مش كده ولا ايه؟ عبد الله بن ابي زكريا يقول: علقت الصمت 20 سنة فلم اقدر منه على ما اريد، وكان لا يدع يعاتب في مجلس احد ويقول: اذا ذكرتم الله اعانكم واذا عناكم واذا تركتم الناس تركناها. طاووس يعتذر من طول السكوت ويقول: اني جربت لساني فوجدته لئيما واضعا. وكيع في الزهد قال: ذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذلك رجل اسود يريد ان يعرفه، ثم قال: استغفر الله، اني اراني قد اغتبته يا ربي. شفت بقى ازاي؟ كان بيقول له فلان، قال له: انت عارفه؟ قال له: الاسود، عارف فلانة؟ قال: البت الطويلة دي، بيغتابه، القصيرة دي اللي بتاع اللي مش باينة من الأرض. يقول له: قال: فرد فلان ده تخين، ده أبو كرش، ده لأقرع. شفت الكلام ده كله بتردد كل يوم وكل وقت وكل دقيقة. فهنا وكيع يقول في الزهد قال: ذكر ابن سيرين مفسر الاحلام رجلا بيقول على واحد فقال: ذلك الرجل الاسود، يعني يريد ان يعرفه او يعرفه. قال: استغفر الله، اني اراني قد اغتبى. يا خراب يا اولاد، ايه ده؟ يا خبر ابيض، امال احنا قاعدين بنقول ايه؟ ده احنا شغالين بالتشبيهات وبالتلميحات والاقرع والبتاع والبتاع والقصير والطويل والاعرج والعامل، الفاظ عماله. كان عبد الله بن وهب رحمه الله عليه يقول: نظرت اني كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما فاجهدني، تعبت، فكنت اغتاب واصوم، اغتاب واصوم، فنويت اني كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبه. عبد الله بن وهب. ازاي؟ قال النووي في الاذكار: بلغنا ان قس بن ساعده واكثم ابن صيفي اجتمع، فقال احدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن ادم من العيوب؟ اثنين اتقابلوا مع بعض. قال له: والله ده اكثر من تحصى، ده كتير. ايه ده الهم؟ والذي احصيت 8000 عيب، 8000 عيب، فوجدت خصله ان استعملتها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان. حفظ اللسان. الغيبة والنميمة والقعدة وكل ده. فالصمت أحبائي يجمع الرجل قبيلتين: السلامة في ديني والفهم عن صاحبه. مش كده ولا إيه؟ احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب او تهاب لقاؤه الاخرى. واحد قتيل لسانه كده ولا ايه؟ هذه احبائي الكرام كانت لمحه اليوم وجوله اليوم معكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، ان يبارك لنا ولكم في اوقاتنا، وأن يمر علينا رمضان بساعات ودقائق ولحظات وكل ثانية تمر ونحن نستشعر نعم الطاعة ومعنى الحب والقرب في الله. يعني بصراحة مر، وهي علامة من علامات الساعة، أشهد الله أنها من علامات الساعة، عدم الإحساس بالوقت، عدم الشعور بمرور الأيام وكأنها تجري في رمضان وغير رمضان. هي بتجري في غير رمضان أكثر، فما بالنا في رمضان اللي بيجري أصلا لوقته لوحده، ضيف عزيز جميل، ولكنه يمر لأنه بأيامه الجميلة. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بفرحة الصيام وفرحة القيام، وأن يقذف في قلوبنا لحظة الفرحة التي ننتظرها منذ أول رمضان. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بفرحة تعطينا إياها دون أن ندري ودون أن نعلم، فتجمع عيوننا وتطمئن قلوبنا،
نسألك لسانا ذاكرا وقلبا مطمئنا وعينا دامعة. اللهم إنا نسألك عينا دامعة ولسانا ذاكرا وقلبا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر لنا تقصيرنا. اللهم اجعل ما نقول لك يا رب العالمين لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم إنك جمعتنا في تلك الواحة وفي هذا المكان وفي تلك الغرفة على الخير والإيمان بالكل عليك والرضا بما أعطيت، فتقبل منا يا رب العالمين. اغفر لنا ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، توفنا وأنت راض عنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا يا رب العالمين فقيرا إلا أغنيته بالإيمان، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين، ولا محتاجا إلا أعطيته ومننت عليه بجودك وفضلك في شهر الجود والرحمة يا أرحم الراحمين. أرادنا وأراد الإسلام المسلمين بخير فوفقه إلى ما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد بلادنا وأمتنا بشر فعليك به، نجعلك في نحورهم يا رب العالمين، فأنت أعلم بهم، تعلم ما يكيدون، فعليك بهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الأمة بالخير فوفقه، ومن أرادها بالشر فرد كيده واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا عباده عليهم يا رب العالمين. اللهم كل من طغى وتكبر على عبادك في أقصى الأرض في مشارق الأرض يا رب العالمين ومغاربها فعليك بهم، إنهم لا يعجزونك، فأنت القوي وأنت العظيم وأنت الكبير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نلتقي على خير غدا إن شاء الله. استودعكم الله في أمان الله، لا تنسونا من صالح الدعاء أحباء الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.